هل صحيح أن أرواح الأموات تكون عند حضورهم يوم الجمعة وليلتها؟ الله أعلم بذلك، هذا ما لا يعلمه إلا الله، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم دليل على ذلك، وهذا من أمور البرزخ التي يتوقف القول فيها على دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.